بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة والتسليم على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مركز الرعاية الأولية في نحتة برعاية الرابطة الطبية للمغتربين السوريين سيما، تم بعون الله تعالى تأمين المستلزمات السنية للعيادة السنية في مركز الرعاية الأولية في نحتة. وجزا الله خيرا لكل من ساهم في هذا العمل.